أخبار اليوم. نظرا لأهمية موضوع حماية المستهلك خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي على العالم وانتشار الفضائيات والإعلانات المضللة اللي اجتاحت البيوت المصرية بشكل مستفز، ونظرا لتصدع الخط الأول الدفاع الأول وهو الضمير، سواء ده ضمير الصانع أو المزارع أو المستورد، كان لابد ان احنا نلجأ لخط للدفاع الثاني وهو الحماية المستهلك. حماية المستهلك ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأجهزة الرقابية، بالنسبة للجمعيات، بالنسبة طبعا يا جماعة لمباحث التموين. حماية المستهلك ما بتشتغلش كده، بتشتغل من خلال قانون حالي هو رقم 67 لسنة 2006، وفي مشروع قانون حالي جديد. المشروع الجديد ده بيتكون من حوالي 84 مادة. المواد دي أو القانون دوت في انتظار مجلس النواب القادم لكي يوافق عليه. معنا ومعكم في هذه الحلقة سيادة المستشار مصطفى عبد الغفار رئيس السجل التجاري الأسبق. أهلا بك يا سيادة المستشار. سيادة المستشار، القانون 67 ل 2006، الجهات الرقابية والجهات المعنية بحماية المستهلك شغالة بيه حاليا. فكرنا ان احنا نعمل قانون جديد من ايام الدكتور جودة عبد الخالق، ولحد دلوقتي القانون لا حس ولا خبر. اولا رأي حضرتك في القانون الحالي، وهل فعلا القانون الحالي كان يستوجب تحديثه وانشاء قانون جديد؟ في اجابة بسيطة لسؤال حضرتك، القانون 67 سنة. أولا المستهلك عندنا منظومة تشريعية تحمي حقوق المستهلك القانونية الاقتصادية، لأن أنا لو جيت اتكلمت عن المستهلك على حمايته ده مفتوحة، ده خطيرة. لكن أنا أتكلم على حماية المستهلك، حماية حقوق المستهلك الاقتصادية التي تتعلق بسد وإشباع حاجته من السلع والخدمات. المنظومة التشريعية اللي عندنا في مصر أصدرها مشرع في منتهى العظمة من الخمسينات، مما يؤسف له أن هذه التشريعات موقفة منها. المرسوم 163 لسنة 50 وتعديلاته اللي بتحدد على الأقل نسب أرباح المنتجات حسب أرقام الأعمال الضريبية. التشريعات اللي عندنا تكفي جدا 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 أنها تحقق أشياء كتيرة في القانون. أساسه المشرع المصري راجل محترم طول عمره، لأنه بيضع قواعد قانونية تتسم بعموم التطبيق دون التمييز وتجريد المنشأ دون هوى. القانون ده يعني أصلا اتكلم في الثمان حقوق بتوع الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، اللي هي الحق في الصحة والسلامة والحق في الحصول والحق في الاختيار. ده مبادئ. القانون ده بيقيم مبادئ قلبوه قانون تنفيذي ورجال ضبط قضائي. ما احنا عندنا وزير التموين عنده 1,000,000 رجال ضبط قضائي على مستوى الجمهورية. يعني احنا ما احناش محتاجين امسك حرامي، احنا محتاجين مبادئ نضعها ونحترمها ونطبقها. ما احنا ده في تنازع في الاختصاصات بين قانون حماية المستهلك وكذا قانون، مش تنازع في الاختصاص وتنازع كمان في الاداء. يعني تلاقي في ازدواج، هنا بيتكلم على الفاتورة واربع خمس قوانين بتتكلم على الفاتورة. ايه في ايه؟ ليه كده؟ وادهى من هذا للاسف ما يؤسف له اشد الاسف، ان هذا القانون جاء بما لا يتوقعه احد. القانون 67، القانون الحالي 68 ده قال ايه؟ وقلنا الكلام ده للاستاذ رئيس الجهاز حماية المستهلك في مؤتمر، وقلنا له يا استاذ هذا لا يجوز. اجاز القانون للرئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك التصالح مع المتهم، الكلام ده احنا قلناه له شخصيا قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. تعرفي حضرتك ان لما ندخل المسائل دي على القواعد العامة في قانون الإجراءات في المادة 26 بتقول له انت غلطان. المادة دي غلط، ليس لرئيس جهاز حماية المستهلك حق الاختصاص في التصالح قط. التصالح في القواعد العامة اللي واردة في القانون الإجراءات تنعقد على رجال الضبط القضائي محررين محاضر الضبط والنيابة العامة، وبتعرض على المتهم التصالح. مش كده، ده حاجة تانية كمان، أن التصالح شرطه الأساسي عشان تنقضي الدعوة سداد المتهم، يسدد تلت القيمة المالية
للايه؟ للعقوبه الماليه. العقوبه الماليه اللي هنا خد بالك حضرتك بقى، الحد الادنى لها 5000 والحد الاعلى 100000 جنيه. القانون في القواعد العامه قال تلت الحد الاعلى، فلما يقول لي تلت الحد الاعلى يعني معناها يسدد 33 وتلت 1000 جنيه مش 10000 جنيه. ده اهدار مال عام بنص، اسميه ايه؟ نص الماده دي مش المشروع القانوني الجديد تم تفاديها؟ ما اعتقدش، انا اطلعت الى حد ما، لا بعد عن النقط دي. النقط اللي بقولها لحضرتك دي بعد عنها خالص، لا قرب للمورد ولا قرب للتصالح ولا قرب لتعريف المستهلك، ودي اساسيات. الحاجه الثانيه الاساسيه، قانون حمايه المستهلك بيقيم مبادئ، المبادئ اللي هيئه الجمعيه العموميه للهيئات المتحده قالتها اهي، حق مباشره الدعوه المتعلقه، حق مسح ومقارنه. ده في هنا حاجه في القانون حاجه غريبه، بيقول لك ايه؟ من ضمن الحقوق بقى يعني اللي المفترض يعني احنا لو احنا بصينا لها بشكل اساسي، الحق في الحصول على المعرفه المتعلقه بحمايه حقوقه ومصالحه المشروعه. يعني انا مستهلك لي الحق بنص القانون معرفه حقوقي والحقوق المتعلقه والمعرفه المتعلقه بحقوقي. انت ليه اوقفت تطبيق قاعدة إلزام المنتجين والمستوردين والتجار بنسب أرباح المنتجات؟ ليه ما تعاملتش مع المادة اللي موجودة في المادة 8 من القانون، المادة 10 من القانون 8 لسنة 97 بتاع الاستثمار ولغتها؟ في مادة بتقول لا يجوز لأي جهة إدارية في مصر إنها تتعرض لا لتسعير ولا لتحديد نسب ارباح للشركات. الماده دي معلش يا سياده المستشار موجوده بس تم الغائها من امتى؟ موجوده قائمه. لا قائمه ولم تنفذ من امتى؟ لا موجوده، ده موجوده ده بتنفذ. الماده دي بتقول ايه؟ لا يجوز لاي جهه اداريه. لا ده انا بكلمك على القانون، على قانون، على مرسوم 153 قال ان هناك نسب ارباح اهي. ايوه وزير التموين ما بينفذش المرسوم ده. ما بينفذوش ده قبل منه. لا من اللي قبل منه، اللي قبل منه، اللي قبل منه، من اول، من اول، شوفي من 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 اواخر النظام، النظام الاسبق. اول، بص يا فندم، اول ما تولى رجال المال والاعمال وزارات لها اهميتها الاقتصاديه بدأوا يلغوا ده المرسوم 163 لسنة 50. لو طبقناه ما نعملش الهزة بتاعت رمضان دي خالص خالص، وكل واحد ياخد حقه ببيته. انت عارفة حضرتك، والمرسوم الثاني لو طبقناه عارفة نعمل ايه؟ نحدد مين المستحقين للدعم، مين، وودي له الدعم لحد بيته. عارفة اوفر قد ايه؟ قد اللي وزير التموين بيقوله، اكتر مما بيقوله 50% كمان. احدد مين المستحقين للدعم، مين العناصر، مين المعادله اللي لما احطها على راس اي واحد تنطبق عليه مستحق للدعم ولا لا. ده ما لم انا اطبق الدعم النقدي، انا هطبق الدعم السلعي او الدعم السلعي ايوه، لكن احدد مين المستحقين للدعم؟ ما تحددش لحد دلوقتي، لان اساس السلع المدعمه ان تصرف بنظام الحصص، وكلمه حصه يعني قيمه محدده، الكمية والسعر والجهة والمدة والمستفيد، هي كده. إذا أنا لما أحدد مين المستحقين للدعم بقى شأنه شأن الراتب الشهري، زي ما أنت بتروحي تقبض المرتب بتاعك هو هيروح يتقاضى مستحقاته أو تجيله. فالكلام اللي احنا بنقوله علشان نعمل حماية قانونية، حماية الحق في القانون، مصلحة محمية، مصلحة. يعني أنا مواطن مصر لي مصلحة وعايز القانون يحميها لي، أنا مش عايز وزير يحميها ولا رئيس وزراء يحميها، أنا عايز القانون يحميها، وآلات التنفيذ هو الموظف العام. أدي القضية. فلما تيجي النهاردة تتكلمي في قانون حماية المستهلك على النحو ده وفي الثغرات دي وما دخلتش فيها، وبعدين عندك مادة تانية هناك فخر الدنيا في قانون الاستثمار 8 لسنة 97، المادة دي اسمها المادة العاشرة، بتقول لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير أو تحديد أرباح المنشآت. خلصت، مالكش أي دور. وزير التموين كل سنة طيب، آسف، مالكش أي دور يا فندم خالص. زود المعروض وتقول لي 25%، مش عرفني إن ال 25% حقيقي.
طب ما تعمل قاعدة نسب الأرباح وفق أرقام الأعمال الضريبية على كل المنشآت بتاعت مصر، وأنت تنتمي لرجال الأعمال وفاهم القصة، ورجال الأعمال رجال أفاضل، لا لكن كل ميسر لما هو له. أنا عايز وزير دولة يبقى وزير دولة، راجل أعمال راجل أعمال، وفي نفس الوقت يحكمنا قانون، هذا القانون يحدد نهاية المسموح وبداية الممنوع. ثانيا، ما ترجعوا للقانون لتحقق الحماية. القانون، عارفة القانون لتحقق الحماية تبدأ منين؟ من أكبر منتج وأكبر مستورد. تعالى يا عمنا، أنت نسب الأرباح بتاعتك كام؟ أدي كده، أهلا وسهلا، نمشي معاك. جاي في السوق واحد باع القلم ده بمبلغ معين، أنا عندي جهاز يشوف هل اللي باعه يحقق له الأرباح المنوطة به واللي الوزير أقرها؟ مفيش الكلام ده. قلت لك أهم الثغرات الأساسية أن المستهلك يعرف على أنه أضعف عنصر في الرابطة الإجرائية في التعاقد التجاري لمعرفة لأقل معرفة بالعين محل البيع. ده ينطبق على اللي هيشتري المواد الإنتاج عشان ينتج. يعني واحد مثلا بيشتري مواد خام، وهو بيشتري مواد خام يخضع لقانون حماية المستهلك، لكن بالطريقة دي لا. يعني افرض ان انا راجل ترزي بشتري القماش عشان اعمله بدل او اعمله اي حاجة، خلاص، وانا بشتري انا مستهلك، بالقانون ده لا، لان القانون ده بيقول كل شخص ماله تقدم اليه احد المنتجات لاشباع احتياجاته الشخصية. فاجي اقول والله انا اشتريت المواد الخام دي من الشركة الفلانية عشان اصنعها، يقوم يقول لي لا، ده ما كانش احتياجاتك الشخصية، ده كان احتياجاتك التجارية. الله، انت خرجتني عن هذا النص، فده عيب خطير. إذن لازم أنا أضع التعريف اللي يضم المستهلك بكافة مراحله، سواء كان هيشتري لينتج ما اشتراه أو يشتري ليستهلك ما اشتراه. طيب، المشروع القانوني الجديد اللي احنا منتظرينه ومجلس النواب القادم المفروض يتصدق عليه، المفروض ان هو عالي كل المشاكل اللي حضرتك بتقولها او المشاكل اللي حضرتك لسه ما قلتهاش، صح ولا لا؟ والله انا هقول لحضرتك حاجه، انت عايز الحقيقه قوي، يعني اللي ترضي ربنا وكمصري. لما نيجي نرتب الاولويات الاقي قانون حمايه المستهلك ده يحتل المرتبه، ده في رايي انا الشخصي كمصري نمره 10. أمال إيه المرتبة نمرة واحد اللي المفترض أضعها مضع يعني موضع الاهتمام في حماية المستهلك؟ 163 لسنة 50. القانون ده قال يجوز لهذا الوزير وضع أسس، يعني وضع أسس، هذه الأسس تحدد حقوق المواطن، من أهمها إيه؟ اقتراح ما يؤدي لتحقيق مكافحة الغلاء. إزاي؟ أجاز له أن يعين بقرار منه الحد الأقصى النص للربح المرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة وتجار نصف الجملة وتجار التجزئة لأي سلعة تصنع محلية أو مستوردة من الخارج متى رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف. إذن أنا يا وزير التموين أو يا وزير التجارة والصناعة أو يا سيادة الرئيس الوزراء، القانون يدك حق تحدد نسب الأرباح. لما تروح بقى للقرار 180 لسنة 50 قال لك تحدد نسب الأرباح إزاي؟ ببساطة شديدة جدا قال نسب الأرباح أنت هتحددها على الأقل على أساس أرقام الأعمال الضريبية. بالطريقة دي لما أجي أنا أطبق القاعدة دي، أما يقول يحدد أقصى ربح مرخص لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة لصاحب المصنع بنسبة مئوية من تكاليف الإنتاج، نسبة مئوية، ما وقفتوش عند رقم. النسبة المئوية دي تعمل إيه؟ تحدد حاجتين، أدفع مستحقات الضريبية للدولة فهي إيراد عام، وحقق حماية للمواطن بعدالة إنه يشتري مني زي أنا ما بدفع القيمة المالية في وعاء الضريبي. أنا بقول أنا هبيع ب10% يبقى بتعامل بال10% لحساب الدولة ولحساب المستهلك. حققت عدالة ولا ما حققتش؟ قال لصاحب المصنع بنسبة مئوية من تكاليف الإنتاج، طب للمستورد بنسبة مئوية من تكاليف الاستيراد، طب للجملة تجار الجملة ونصف الجملة بنسبة مئوية من تكاليف الإنتاج الإجمالية أو الاستيراد أو سعر الشراء أيهما أقل،
وحدد القانون مين ايه المقصود بتكاليف الانتاج. انا عندي الوعاء الضريبي للمنشآت الكبيرة تعامل معاها معاملة سليمة، علشان لما تصل الى المستهلك الصغير تلاقي في اتزان عادل. والله 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 العظيم ثلاثة، وانا بقولها كمصري، هذه التشريعات وان كانت صدرت من الخمسينات، لكن تحقق يا استاذة عدالة اجتماعية بين اطراف التجارة الداخلية في مصر، منتج، مستورد، تاجر، مستهلك. يعني معنى كلام حضرتك لو كان تم تطبيقها من الخمسينات ما كناش هنحتاج لحماية مستهلك لا للجهاز ولا للجمعيات. المستهلك بقى مبدأ، اصل القانون قواعد، ولذلك الدستور مبدأ، والمبدا دايما هي امور، هي قواعد برضو بس منقطعه الايه، يعني عايز اقول يعني دامغه الاثبات وتقبل الفطره. المبدا هو شيء دامغ الاثبات قابل للفطره. القانون لا، القانون ممكن يتغير وفق الضروره، لكن في الاصل هو قواعد عامه في التطبيق دون التمييز وتجريد المنشا دون هوى، يعني خرجت من غير هوى. طب انا هقول لحضرتك حاجه مما يؤسف لها اشد الاسف. أنا عندي قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأنا اللي كان لي الشرف أني كنت من مؤسسي هذا الجهاز. بيقول إيه؟ بيقول إن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتخذ رأيه في تحديد أسعار سلع أساسية لمدد معينة خلال فترات زمنية معينة. طبقت المادة دي؟ ما طبقتش. طيب المرسوم ده موجود، أنت مش عايز تطبقه الغيه. انت عارفة السادات الله يرحمه عبر بمصر لسينا، انت عارفة، انا مش بقول كده والله العظيم، والله ويشهد الله على ما اقول، انت عارفة السيسي عبر بمصر لمين؟ للعالم كله بالمؤتمر الاقتصادي. يعني عندنا رئيس عبر بمصر عبور رائع في سينا، عبر لإسرائيل. لا، احنا بنعبر دلوقتي للعالم كله اقتصاديا. طب القانون؟ طب ننظم اوضاعنا؟ طب نخاطب الوزراء؟ كان معكم سيادة المستشار مصطفى عبد الغفار، شكرا يا فندم.